وعودة إلى استعدادات واشنطن لعقد القمة الأمريكية الأفريقية، حيث ينضم إلينا مفيدنا إلى هناك علاء رشوان. علاء، بعد التحية، هذه القمة الثانية الأمريكية الأفريقية، ما الذي تتضمنه أجندتها؟ نعم، دعيني بداية أبدأ بآخر الاستعدادات اللوجستية التي أجرتها السلطات الأمريكية استعدادا لانطلاق هذه القمة صباح غد، والتي من المنتظر أن تمتد لثلاثة أيام من 13 إلى 15 من الشهر الجاري. ربما تبدو في الصورة من خلفي، بدأت السلطات الأمريكية في إغلاق عدد من الشوارع والمحاور المرورية القريبة من الرئيسي الذي سوف يستضيف فعاليات هذه القمة. نحن على بعد أمتار قليلة من هذا المركز أو هذه القاعة. بدأت الشرطة كما ذكرنا في إغلاق عدد كبير من المحاور المرورية المحيطة بهذه القاعة لتستعد الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة واشنطن لاستضافة 49 رئيس دولة وحكومة إفريقية. أجندة متخمة للغاية، تضع خارطة طريق جديدة للتعاون بين الجانبين الأمريكي والأفريقي من جانب آخر. هذه الأجندة تتضمن عدد كبير من الملفات والقضايا، ربما أبرزها التعاون الاقتصادي ودفع وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية التي ربما تأثرت خلال الثماني سنوات الماضية نتيجة لتجاهل الإدارة الأمريكية للقارة الإفريقية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. هذه هي القمة الثانية. أولى هذه القمة الأولى كانت في عام 2014، استضافها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ويأتي جو بايدن لتصحيح مسار هذه العلاقات عبر عقد هذه القمة الهامة التي تتضمن كما ذكرنا تعزيز التعاون الاقتصادي. ربما قبيل انطلاق هذه القمة كانت هناك تصريحات إيجابية من الجانب الأمريكي، من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومن أنتوني بلينكن وزير الخارجية. الإدارة الأمريكية تنتوي إعادة تفعيل العمل بالقانون الأمريكي، الفرص والنمو والازدهار في القارة الإفريقية، أجواء اختصارا لأمريكان لو أوف جروث أند أوبرتيونيتيز إن أفريكا كونتيننت. هذا القانون الذي صدر في عام 2000 الماضي يشرع أو يسهل ويقدم تسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية للصادرات الإفريقية إلى السوق الأمريكي. هناك أيضا عزم للإدارة الأمريكية بدعم حصول القارة الإفريقية ممثلة في الاتحاد الإفريقي بمقعد دائم بمجلس الأمن، هذا على الصعيد السياسي. عودة للصعيد الاقتصادي، دعم الإدارة الأمريكية للحصول على عضوية G20 أو الدول العشرين الصناعية الكبرى. إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي، هناك أيضا قضايا تتعلق بدعم وتعزيز دور الشباب والمرأة والمجتمع المدني في دفع عجلة التنمية المستدامة في عدد كبير من دول القارة السمراء، بالإضافة إلى بحث ملفات مثل التعليم، الصحة، الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. بالإضافة إلى كل هذه الملفات، سوف تعقد على هامش القمة على المستوى الرسمي الرئاسي، تعقد منتديات أخرى تطلع ببحث إمكانية تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل ريادة الأعمال، المجتمع المدني، السلم والأمن وغيرها من هذه المجالات التي ترتبط ارتباط مباشر بدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وضمان حزم تمويلية ودعم مالي وفني وتقني لعدد كبير من المشروعات الرائدة التي ربما بادر بها شباب أفريقيا في المهجر والشتات. هناك أيضا فعاليات أخرى تمتد إلى الأصعدة الثقافية والرياضية وربما الفنية. هذه الفعاليات سوف يحضرها عدد من القادة والرؤساء الأفارقة إلى جانب رموز وأقطاب الإدارة الأمريكية، إلى جانب بطبيعة الأحوال الشق الرسمي الذي تحدثنا عنه. تصريحات إيجابية صدرت وتصدر على مدار الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن هذه القمة من المنتظر أو تريدها الولايات المتحدة الأمريكية خارطة جديد ترسم ملامح مستقبل جديد للعلاقات بين الجانبين في ظل اتساع نفوذ كل من روسيا والصين كقوة عظمى ومؤثرة في الداخل الإفريقي. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على تصحيح أخطاء الثماني سنوات الماضية بإعادة وضع القارة الإفريقية بكل ملفاتها على طاولة البحث والنقاش خلال هذه القمة. قمة هامة تأتي في وقت يتعرض له العالم إلى الكثير من التحديات سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي. إذن قمة من المنتظر ترسم ملامح المستقبل الجديد للعلاقات الثنائية بين القارة السمراء من جانب وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر. نعم، نعم، علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري إلى الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك.